إن مدينتها كاري وبالنظر إلى خصائصها الجيولوجية فهي عبارة عن جغرافية فريدة ناتجة عن الحركات التكتونية للصفيحة العربية والأوراسية من جهة وصفيحة الأناضول من جهة أخرى. شكل وادي نهر الزاب المنحدرات الجنوبية في جنوب شرق تركيا، بحيث فتحت أبوابنا المغلقة نحو الشرق إلى الدول المجاورة مثل إيران والعراق، ونشأ تاريخاً وثراءً ثقافياً غنياً بالإمكانات السياحية للبلاد. تحيط بها كاري الجبال التي تحمي الطبيعة من جميع الجوانب، ففي هذه القطعة النادرة من الأرض تخفي الوديان العميقة والبحيرات والشلالات والأنواع المستوطنة والتنوع النباتي والحيواني. هكاري اسم هذه الجغرافيا التي لا تزال تحافظ على غموضها وسحرها حتى اليوم. إن الجبال تغطي جميع التضاريس تقريباً، وتفصل المدينة ذات القمم المجاورة للسماء عن جميع مدن العالم الأخرى. إنها مدينة معجزة التي تحوي على قمة ريتشكو أولودروك محط إعجاب متسلقي الجبال بارتفاع 4168 متراً، وهي ثاني أعلى قمة في تركيا، بالإضافة إلى قمة جبل تشيلو الجليدي على ارتفاع 3000 متر وجبل سنبل. كما أن الثراء الفلكلوري والثقافة المحكية من طرب دينكبينك والملابس الرجالية والنسائية والرقص المسمى بالهلاي وعادات الأكل يتم إحياؤها من خلال الحفاظ على جوهرها كما فعلوا منذ قرون، إلا أن تقليد حفلات الزفاف التي تستمر لمدة 3 أيام وثلاثة ليال واحتفال جز صوف الضأن في المرتفعات لا تزال قائمة حتى اليوم، بالإضافة إلى السجاد الذي أتى منذ قرون عديدة إلى الوقت الحاضر. هناك أيضا البساط والسماق والسجاد واللباد والحقائب والأصواف والبارزون والمهد وزخارف الأبواب والشرائط والجوارب المعمولة يدويا والتي تنبض بالحياة من خلال الألوان والزخارف الزاهية والتي تحيي الحرف اليدوية في مدينة هكاري. إن هضبة بورجلان عند سفح جبال كاراداخ وهضبة ميرغان تحت قمم جبال تشيلوسات تفتح أبوابها لأسرار الأنهار الجليدية التي يبلغ عمرها 20,000 عام. تترك الهضاب المرتفعة مكانها ليلاً للنجوم المرصعة في السماء وصمتها لأصوات الحيوانات البرية. هذه الجغرافيا التي هي عبارة عن معجزة الطبيعة تقع على مختلف طرق العديد من الأحداث التي وقعت على مر التاريخ. تشكلت الحياة الثقافية أيضاً بشكل كبير مع دخول هذه المدينة القديمة في الإسلام والسيطرة العثمانية عليها، بحيث حكمتها ومرت عليها العديد من الحضارات والإمبراطوريات بسبب موقعها على الممرات الجغرافية، ونرى ذلك من خلال المساجد والمدارس التي شيدت خلال هذه الفترات وبقيت حتى يومنا هذا. كما برزت شخصيات قيمة تنشر العلم والمعرفة والحكمة في مدينة هكاري ومحيطها، ومن هذه الشخصيات ضياء الدين عيسى الهكاري كبير مستشاري فاتح القدس القائد صلاح الدين الأيوبي والذي يعتبر من أهم قادة التاريخ. هناك شخصية أخرى ذو مكانة مرموقة جعل من المدينة مركزا للعلم والمعرفة هو سيد طه الهكاري، الشخصية العظيمة
الذي تأثر به أستاذ الأدب التركي نجيب فاضل كسكيرك. وفي الأيام الأخيرة من حياته كان الأستاذ يسلك درب مرشده ويزور قبل المتصوف السيد طه الهكاري في ظروف صعبة للغاية، حتى أنه وأثناء هذه الزيارة كتب في ديوانه المسمى جيلة الأبيات الشعرية التي تبدأ ب: شربت من ينبوع نور جبال شمدينلي، تخلصت من العقارب التي اخترقت روحي. إن قبر السيد طه الهكاري وقصر كيم ومدرسة ميدان وملك عيسات ومساجد أمير شعبان في منطقة شمدين لها قيمة مهمة للغاية من حيث السياحة الدينية، بالإضافة إلى ثراء مدينة سرحات هذه التي كانت على مفترق طرق جغرافية قلوبنا لقرون عديدة، ونمت قيما تاريخية وثقافية تشمل السكان المحليين. يقول الرحالة الشهير أوليا جبلي في كتاب سفره هكاري هي قوة الحكومة، حيث يثني على شعب المنطقة الشجاع والصادق والجريء لدرجة أن اسم هكاري يتجاوز الحدود ويعطي اسمه لشارع في المنطقة المجاورة مباشرة للمسجد الأقصى، القبلة الأولى للمسلمين. بالنظر إلى التنوع الجغرافي والتضاريس والسمات المناخية والثراء الثقافي معا، نواجه جغرافيا فريدة من نوعها، بحيث يمكننا تخصيص الوقت لجميع أنواع السياحة على مدار 12 شهرا مع فصول الشتاء القاسية والطويلة والثلوج الكثيفة وكتل الثلوج التي لا تذوب حتى أشهر يوليو الحارة، فإن منتجع هكاري للتزلج مرشح لكونه المنطقة الداخلية الدولية للسياحة الشتوية. لا تزال الأطباق المهمة من المأكولات الغنية والشهية في المدينة مثل كيرس ودوغابا التي تزين الطاولات في حفلات الزفاف، كما لا يزال فطور هكاري الذي لا غنى عنه من أفضل وجبات الفطور على الإطلاق. إن تسلق الجبال والتزلج وركوب اليخوت في النهر والرحلات الطبيعية ورحلات السفاري المصورة والتخييم وركوب الدراجات في الجبال والتجديف والرياضات الطبيعية هي من رموز الجانب المغامر في المدينة، في حين أن ثقافة وحياة هكاري ملونة وفريدة من نوعها ورائعة للغاية. الوديان العميقة مثل نهيل وأفارو باشين وهجيبي وشمدلي والتي تشكلت بين الجبال تضم تيارات نهرية مميزة كل منها يختلف عن الآخر. أما وادي الزاب الذي فتح ممرا طبيعيا بدءا من المنحدر الجنوبي لجبال هافاريل إلى الأراضي العراقية، والتي شكلتها نهر الزاب العظيم بطول 190 كيلومتر في تركيا. إن نهر الزاب التي كانت موضوع الأغاني والملاحم الشعبية تغذيها الأمطار والثلوج والمياه الجليدية وتلتقي بنهر الدجلة في الأراضي العراقية. كما نشهد في المدينة صحوة الطبيعة في أربعة مواسم، فإنه يخفي أيضا بحيرات جميلة على قمم الجبال. من أروع هذه البحيرات بحيرات تشيلوسات التي تسمى مرآة السماء، مرآة السماء الكبيرة والصغيرة، والتي تشكلت على ارتفاع 3000 متر، بحيث أصبحت عناوين معسكرات التخييم ومهرجانات الطبيعة. وهنا تصل سلاسل الجبال العالية التي تمتد في اتجاه الشرق والغرب، واستمرارا لجبال طوروس من جنوب الشرق إلى أعلى قمة هنا، لدرجة سوف تلمس يدك السماء. إنها فرصة جذابة للغاية لمشاهدة القمر والنجوم ليلاً في أعالي القمم.